يعني قديش كان عمرك وقت اللي توفى؟ كان صف السابع. صغيرة. اي بس يعني ما كتير تأثرت. بس مش غريب؟ هلا مبلا غريب، بس ما بعرف بدي اقول لك. يعني هلا اختي نهلة كانت كتير صغيرة بوقتها، مشان هيك كتير تأثرت، وماما كمان وضعها كان كتير سيء، فمدري كيف هيك حسيت انه انا اللي لازم اكون البنت القوية. كان كتير الوضع صعب بوقتها. هلا صحيح بابا وماما كان زواجهم تقليدي، بس ماما كانت كتير تحبه لبابا الله يرحمه. موته المفاجئ عمل لها صدمة، وكتير طولت لحتى قدرت تطلع منها. لقيت حالي هيك فجأة قدام مسؤوليات أكبر مني، بين إني أعتني بأختي الصغيرة وبين إني وقف جنب ماما ودير بالي عليها لبين ما تطلع من الحالة اللي هي فيها. كانت مرقة مراهقتي. يا حبيبي يا خوفي تكوني هسا عم تكفيها. والله ما حدا بيعرف يا أمجد. لا الله يوفقك، إذا بكملي مراهقتك أنا ما عنديش مشكلة، بس المهم إن تكون معاي. نادي أنا ما صدقت ولقيتك. يعني هلأ بدك تقنعني إنه أنا أول وحدة بحياتك وما في حدا قبلي؟ طبعاً كان في، بس علاقات عابرة مش أكثر من هيك، كلها كانت تنتهي قبل ما تبدأ. طيب شو عرفك؟ بركي كمان تكون هاي علاقة عابرة وتنتهي قبل ما تبدأ. حقيقة ما بعرف، بس ما بخبيش عليكي، أنا أول إشي لفت لي نظري مثل ما بلفت نظر الشباب عادة، يعني الشكل وتطلي من بعيد. بس لما راقبتك أكثر، يعني فوكست عليك مثل ما بيقولوا، حسيتك إنسانة مميزة. حبيت أسلوبك وشكلك وطريقتك في الحياة، وأكثر إشي عجبني فيك وخلاني أتقرب منك هو موقفك من قصة ربا. حسيتك عندك مبدأ في الحياة، ما بتحكميش عن الناس من بعيد. نادية، العلاقة مع إنسان زيك فروة. طيب هلأ شو رأيك تعشية للإنسان اللي قاعدة معك لأنه جاعت كتير؟ عشا؟ مش عارف إذا معنا مصاري لهالمشروع. أوف، والثروة اللي دوبك حاصل عليها؟ هسه بشوف إذا عندهم منصف. منصف؟ بدك تاكل منصف هلأ وبهالمكان هاد؟ اسمعي، من أولها مش من تاليها، إذا بدك العلاقة تنجح وتستمر لازم تعرفي إشي بالحياة اسمه منصف أردني. الأردني بيستغنى عن كل إشي في الدنيا إلا عن المنصف. ما بحكي. طيب خلص لا تعصب بتعلمها. يلا خفية، شو صار لي؟ شو أركض يعني؟ ماشي. استغفر الله العظيم. يلا سوكا. ايه منيح يا ستي، هالصلاح حقاني كتير واخلاقه عالية. يقبر قلبي، ما في منه من اخلاقه. وصال، انا ما برتاح بوجود هيك مبلغ بالبيت. بكرة الصباح قبل ما اروح على الشغل منمر انا وياكي على البنك ومنحطهم فيه. ليش لنمر أنا وياك؟ روح أنت لحالك. ليش أنت عندك حساب بالبنك؟ إذا هيك كتير منيح، أنا فيني أعمل إيداع بحسابك. لا ما عندي حساب بالبنك، قصدي حطهم بحسابك أنت. أعوذ بالله، شو هالحكي وصال؟ هدول أموالك إلك. أموالك؟ ضحكتني هالكلمة. قال أنا صار عندي أموال. هلأ المهم حبيبي، الله لا يفرق بيناتنا، شو أنا وشو أنت؟ وصال؟ خلص ما بقى بدي نقاش بهالموضوع بنوب. هدول مصرياتك انتي، بينحطوا باسمك انتي. طيب مثل ما بدك. وبعدين خلص حبيبتي، ما في مشكلة، ان شاء الله بتنحل. احكي معه عادي، يعني ما تحسسي بشي. فهمتي؟ اي فهمت. الو
مرحبا عادل، كيفك؟ شو ما عرفتني؟ لا هيك بدي ازعل. انا ربا. مين ربا؟ هيك بدي ازعل كتير. انا ربا مرت سامر. ما حلك تنسى صوتي. سكر بوشي. طبعا بده يسكر بوشك. انا هيك قلت لك تقولي. ليش كيف حكيت؟ شرف، صار لي ساعة عم بشرح لها شلون تحكي ولا بتلي شلون حكيت؟ هلا روق شو بنا؟ بجوز الزلمة مرته جنبه سكر الخط. لا حبيبي، حسبت هالحساب، مشان هيك وعدته بالقهوة حتى أضمن إنه يكون لحاله. ليكو عم يدق؟ إن شاء الله ما يكون اشتغل. ألو؟ أهلين عادل. لا والله ما أدري شو صار لي، أكلت أكلة ما بعرف شو هي. تلبك معوي وسهال واستفراغ طول الوقت. الله يسلمك. لا بس ما حبيت اشغل لك بالك، قلت اذا بدي اقول لك بجوز تزعل. طيب خلص بشوفك بعدين. الله معك، مع السلامه. كانه ما جاب لك سيره. ما جاب. طبيعي هذا الشيء، يعني المفروض بهذا الوضع يقول لك انه ربح حكيت معه. ولك دخيلك انت وتحليلاتك. روح على المطبخ جيب لنينه. روح ولك روح. خي اشربي شفة. لا شكرا ما بدي. شو عم قلك مشان تستهجي؟ شربي لقلك شربي مشان تفهمي علي شو بدي احكي. شربي. شرف. شو قصته صاحبك معصب؟ ما في شيء، هو هيك. المهم انت سايري. حاضر. وسام؟ لك تعال هلا. انا صفيان معي مصاري. ولك حاجه سلبي. مسك تعمل لي هزه نفس. مسك خلص هالبنت. البنت مستحيه بوجودك. كيف ما غياب انت الله يخليه. لك ليش عم تزوي يا ابن الحلال؟ خلص حدلني. يلا روح سامو. روح يرضى عليك. الله معك الله معك الله معك. بدك تفسنا؟ روح. اكيد بتتخوت. شو هاي؟ تخوتي؟ شو يعني؟ شهر وعم نطلع مع بعض، ولا مرة سمعتيني بقول لك بتتخوتي؟ لا والله ولا مرة سمعتك عم تقلي. شو يعني؟ اهدي شوي، انت ليش مستنفرة؟ بتخوتي يعني بتمزحي. أكيد؟ أكيد. ليش ايش بده يكون معناها؟ ايش فكرتي؟ ما بعرف. عنا هون خوتة يعني هبلة، فقلت لحالي بركي عم تقلي تهبلية مثلا. لا مش هيك. وشو فيها يعني؟ وإذا قلت لك بتتهبلي؟ ما هو واحد بحب واحدة بيمزحوا مع بعض. صحيح، احنا مش واحد بحب واحدة، احنا واحد بحب واحدة وهي لهسة مش عارفة ايش قرارها النهائي. والله فهمت. بس صرنا طالعين كذا مرة في هذا الشهر، وكنتيش تعرفي ايش قراري؟ خلص ولو احكي لي. أنسي نادية. أنسي نادية بحكي معاكي، ركزي معاي. نعم، شو بدك؟ نعم إيش بدك؟ ضربيني كفين بطريقك. لا مو حلوة هلا قدام العالم، مشان برستيجك. خلص بس نصير بيت واحد تكرم عينك، ما عندي أي مشكلة. خلص، وصلني اللي بدي أعرفه. لا 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 لا، هلا بدك تقلي شو كنتك تقول؟ أمجد. أنسي نادية. يعني كنت بدي أقول إذا ما فيهاش إزعاج إنه أنا بموت فيك، بحبك كثير. أنت إيش؟
حبك. لوين طرينا؟ بس 5 دقايق بالله. زي ما بقول لك لك روق يا زلمه روق لك، ليك رح ينزل لك قرش. يعني مشان صحتك انا والله. شو صار له؟ شو بيعرفني يا زلمه، انضرب على قلبه وقال حب. وشو؟ هدول هن العيون يلي بده اياهم. لك حدا بيحب بهالايام بشرفك انت، لك حل عنا يا. يا زلمه انت فك عنا، بعرض اختي ما بتعرف شيء منيش. ايه تركت لك المعرفه لإلك. يا سيدي بعرض اختي انتو التين ما بتفهم شيء. ايوه انا تعبت، بدي اترك لك هالعاشه وروح بيت، بدك شيء؟ اعطي. لا لا خلص اصبعوا على خير. سمعت له. خاطرك. الله معك. اوف خلصنا مني. احكي لي ايش رايك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني ان شاء الله خير. اكيد خير، خير والف خير كمان. والله انت عم تحكي يمكن عليك بدك تتزوج ومدري شو، يصير عندك بيت اولاد ورب اسره، يعني هي الشغلات المعده. صلاح ما واحده زي ناديه مش بس بتزوج، ايه بتزوج وبتزوج وبتزوج كمان. 3 مرات طالك قصه واحده على حسب الشرع. يا فهمان بتزوج هي نفسها اكثر من مره، وبعمل كل فتره شهر عسل. هلا اذا هيك بحق لك تتزوج 20 مرة وجاخ بها النعم. اتصل ابو سمير قال مشان تمر لعندي. خلاص مريت لعند ابو بطيخ الطبل وحاسبته. ايه شو بك؟ ليش معصي؟ لنكون نحن اللي مقصرين؟ امي مشان الله مو ناقصك، ها اقسم بالله واصله معي لهون. لك انا بقصر ايدي اذا ما كانت الواطي عم تحكي معه. منين بده يعرف لطريق؟ ما بعرف، بس مستحيل تضل هي كل هالفترة بدون ما تحكي معه. انت بتعرفيها اكثر مني امي، من يوم ما تجوزت ما مر عليها يوم او يومين الا بتحكي معه او بتقول له يروح لعندها او بتجي لهون بتشوفه. بعدين ماني شايفه الا عم بيوتوت على الموبايل، هو ولا مرة حكى قدامنا، كل ما رن موبايله بيسلحب سلحبي على غرفته. بجوز يكون عم يحكي معك. بعرف بعرف، بجوز 100 شغلة، بس عن جد انا قلبي حاسسني انه عم تحكي معه. الله معي.
ألو، مرحبا، تحياتي، أنا سامر. سامر أخوها للسحر، ما بعرف إذا حكيت لك. أيوة بالضبط، يسعد لي هالمساء. كيفك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. وكيف الأهل والأصدقاء؟ الله يسلمك. تشاهدون في رمضان القادم مجموعة من المسلسلات السورية المنوعة بين دراما اجتماعية وكوميدية وتاريخية، ويشارك في هذه الأعمال مجموعة مميزة من الوجوه الشابة، منهم علاء الوالي، حنان سالم، وأكرم الطيب، حيث تعرض هذه الأعمال على قنواتنا. شايف شو متضايق يقبر قلبي؟ لك شو عم يصير؟ يعني على الإطراء اللي سمعناه برمضان قلنا العروض حتكفت عليه كفت، شو صاير؟ والله العظيم ما بعرف، أنا مثلك مستغربة كتير. بس تعرف شو؟ هو لسه بكير، وبكير كتير كمان. في مسلسلات بيكونوا لحد هلأ ما وزعوا فيها الأدوار، وأنا هيك عم قول. بس ما بعرف ليش هو متضايق كل هالقد، يعني شو صاير؟ معناتها يمكن هو متأمل بهالمسلسل بالذات. لك أنا ما عم بقدر أسأله، خايفة أحرجه. يلا حبيبتي بسيطة، بتهون. بتهون؟ أنا واثقة فيه، بتهون. ألو، مرحبا عمو، أنا أبو لرائد. هو عندك؟ لا لا ما في، يعني ما بتعرف عمين رايح من رفقاته؟ لا لا، بس تأخر بالرجعة ونشغل بالي. طيب عمو إذا حكاك قل له يحاكيني. مع السلامة. شو؟ لك ما عم بيرد. خلص شو بدك؟ ما في شيء، ما في شيء. لك شو ما في شيء؟ لا عزل شوي بابا، امسك هذا الاسم، بكره بدك تلاقي لي حلي معه، ولازم يعملوا له فركه اذن. لك ورجي لي ماما، بس شو صاير لك؟ امي خلص روقي شوي، لا تبلشي من هلا، لحظه شوي. طيب طيب أوكي. لحظه أوكي. بابا بتحكي مع عمو رضوان وبتفهمه، بلكي بيشحطوا له الكلب على الفرح. خليهم يعملوا له بدن مرتب، اساسا بيستاهل لانه عم يحكي كلام طالع نازل بالسياسه. طول بالك بابا، بعدين بنحكي، بس فهمني شو القصة. بابا ما في لا قصة ولا شيء، واحد تافه تهمني بالشارع اني متحركش باخته، قمنا تخانقنا مع بعض، وبنص خناقة شو بيقول لي؟ بيقول لي انه ابوك واحد حرامي، لا والحرامية اللي أكتر منه هن اللي حامينه فوق، فوق بابا اللي حامينه فوق، فهمت شو السيرة؟ بقى شو؟ خرج تحكي مع عمو رضوان ولا لسه بدك تفكر بالسيرة؟ لك خلص ماما خلص بقى، شو بتبالغوا بالموضوع؟ كنت عم قلك استني، وين رحتي؟ شو ما سمعتيني؟ سمعتك. طيب بما انك سمعتيني ليش ما رديتي؟ ما حبيت امير، ما حبيت اللي عم نعمله، بعدين خفت كتير خفت، يعني بركي حدا كان قدران يشوف صورتي او يسمع اللي عم نحكي. والله شي بخوف، والله فضيحة. هي علينا. أمير لك وينك؟ لا لا عن جد ما أعلم ليك، يعني سألتيني أمان وقلت لك إيه. ويبركي أنت مالك عارفان مزبوط، شو بيعرفنا؟ وخفت وقيمك عن الخوف، ما حبيت أمير ما حبيت. لا لا شو اللي تغير يعني؟ بس فهميني شو اللي تغير؟ ما كنا مبسوطين مع بعض والحديثة خلانا ننسجم، وبعدين حضرتك ما قصرتي بالتلميحات. ايه ولا تكون نكار انت كمان، مو قليل اللي خليتك تشوفه. خليتني اشوفه نتفي هالقد ثانية يا
الله يا أمير شو إنك طماع. خلاص عم أقول لك ما حبيت وخفت واستحيت منك ومن حالي، بعدين قافلة باب الغرفة وخايفة حدا يجي ويفتحه ويستغرب ليش قافلته. خلاص بقى أمير، لك معقول أنت؟ يعني يا إنه بدك كل شيء يا إما بتزعل وبتحرق. لأ بتعرف شو المشكلة؟ إنه نحن بطلوع الروح عم نوصل لهون، حضرتك بثانية بترجعينا للصفر. خلص بقى أمير، يعني خلص معروف عن البنت إنه هي خجولة أكتر من الشاب. يلا الأيام جاي. قولتك الأيام جاي. يلا بلكي شي يوم هيك بيكونوا نايمين وبناخد راحتنا أكتر. منشوف. بعدين شلون عم تدخن بهذا الوقت؟ ماما أنا كمان مسكر باب الغرفة. بعدين أنا ما بخاف من حدا، وقت بدي دخن بدخن. شو صاير تحكي مثله؟ ألو مرحبا، كيفك ملهم؟ ماشي الحال. شو كنت بدي أقول؟ فاضي نلتقي بكرة شوي؟ لا لا ما في شي، بس حاسة إنه لازم نقعد ونحكي شوي بالكافيه نفسه. بس أكيد ها. ماشي باي. بقى كنت عم فكر انه معقول اقضي عمري هيك. طيب نادية شو عم تقلك عن الجو؟ شو حكت لك؟ شو ما قالت لي، ما عاد مهم اصلا، هي ما عاد رح تقدر تعرف شيء. صار مارق شهرين، العالم رجعت التهت بحالها، اللي رجع لشغله واللي رجع لجامعته. يعني يمكن هلا اذا بختفي 5 سنين وبرجع بظهر بيقتلوني. وانت شو عم فكري بالضبط؟ عم فكر انه اطلع استأجر بيت ودور على شغل. ايه هيك بهالبساطة؟ طب شو بقضي عمري هيك؟ لك يا ربا يا حبيبتي شو تقضي عمرك هيك؟ انت شغلتك صار لها شهرين، لا تقلي لي 5 سنين نفس الشي. اكيد مو نفس الشي. وفرض مو نفس الشي، رح تضل مقعدني عندك 5 سنين؟ لك هلا لا تعدي تعملي لي خطط خمسية. نحن هلا بهاللحظة، انت شو مضايقك؟ شو اللي مضايقني صلاح؟ أنا قاعدة بين 4 حيطان، يعني شي مثل الحبس. لا تزعل مني، طبعاً أنا قاعدة مع أول رجال بحبه بحياتي من قلبي ومبسوطة وطاير عقلي. بس حط حالك محلي، إذا قعدوك بين 4 حيطان وقالوا لك في خدمة 5 نجوم بس على شرط أنك ما تتحرك من بيناتهم، بتقدر؟ يا رب ليكي أنا فهمان عليكي، بس أنا يعني أنا ما عم بطلب منك شيء. أنا عم أقول لك يعني خلينا نحاول شهرين ثلاثة، يعني مو 5. وأكيد لازم يكون يعني توضح شيء أكتر. أنت من أول ما أجيت لعندك قلت لي إنه هذا البيت للبسط والانشراح، رح تقدر تضل معطل على حالك 3-4 شهور كمان؟ ومين قال لك بدي غيرك؟ أنت عن شو عم تحكي؟ انت بلسانك قايل لي انك ما بتطيق الزواج، وفجأة لقيت حالك هلا عايش بظرف انك متزوج. لك اختي حدا اشتكى لك شيء؟ حدا نق عليكي؟ انا مبسوط، انت شو بدك؟ عن جد مبسوط؟ ايه عن جد مبسوط. معناتها انت بتحبني؟ لا تعدي تحللي لي هلا اللحظة، الله يستر على عرضك. ايه انا بحبك طبعا، بحبك لكن بكرهك، بس ما بحبك مثل هدوليك العالم. انا بحبك حب خاص لي، يعني شلون بدي اشرح لك؟ بشتاق لك، بحن لك، بزعل لما بشوف دمعتك، وبفرح من قلبي لما بشوف ابتسامتك. قل لك شغلي هلا 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 بهاللحظة عم بتصير؟ يعني بعد ما قلتي لي انك بدك تحملي حالك وتطلعي برات البيت تستأجري، حسيت قلبي هيك يا عص والله. يعني انا ما عاد فيني اشوف البيت من دونك. تقبر قلبي. طولي بالك مو لهالدرجة. لا عن جد تقبر قلبي،
لك أنا لو التقيت برجال مثلك من زمان ما كان صار فيني هيك. أنا ماني سيئة ورحمة بابا أنا ماني سيئة. بتصدق أنا هلأ شو حاسة؟ أنا هلأ مستحيل خلي رجال غيرك يلمسني، مو بس يلمسني حتى أنه يطلع فيني تطليعة غلط. معناتها أنا منيحة، ولما بحب أقدر أني أخلص، مو بس بقدر أني أخلص، ما بقدر أكون إلا مخلصة. لك أنا بعرف أنك أنت منيحة، الله وكيلك أنا شفت هذا الشيء، شفت بعيونك وشفت حنيتك وطيبتك. ليش هيك حظي؟ ليش؟ حبيبتي بابا قلت لك انسي، أحلى نعمة خلقناها الله ينسيها. انسي الله يخليك. بنسى لما أخلص. أنا لهلا لسه عم بدفع الثمن. هلا أنت بدك تقريني شيء؟ طلعي فيني بدك تقريني؟ قلت لك ما بحب شوف دموعك أنا. لا ما بدي أقهرك. أنا لو بصح لي هلا كرس عمري لأساعدك ما بصير. أوف أوف أوف. كل هذا صار؟ ناس حوائج بدها تتسلى وتتبلى. طيب أنت فهمني يعني صار شي بينك وبين أختي مازن؟ ما في شي، ما في شي. زدينا لك كلمتين حلوين بالطريق، ضحكتها صارت شبرين لقدام الله وكيلك. ايه بعدين قطعنا لك كرب وما عاد شلتها من أرضها، تعرفت على وحدة رفيقتها؟ شو ضرب؟ أحلى منها بمليون مرة شريك. ايه يبدو مشان هيك تجاكرت ست الحسن وبعثت لي هذا أخوة البطيخ. يخرب بيتك، كمان فتت برفيقتها؟ إيه لك أنا مشهور في إيطاليا لك ضرب شلخة شلخة العادة. لا شريك وخبرك كمان. يعني صار شي بيناتكم؟ لا يعني صار شي على الخفيف، لسات عامة حالة خايفة على حالة وعلى سمعتها ومن الحكي البعض طعمه. لك هي صايتها لأرجيك على صورتها بسيك شوف لي شريك. هاي أنت مصورها؟ لك إيه لك أنا مصورة طبعا يعني. العمى يعني قبلت هيك عادي تصورها؟ لك ايه قبلت. قال شو خايف على سمعتها وعلى حالها دخيلك. شو شريك حبيت الجو؟ حول لك اياها صورة؟ شي حلو والله. مهلا لازم تحكي معه، رفقته مع رائد رح تضيعه وانا ما عم برد علي. عم بحكي معه بس ما عم برد. طيب قولي لاهله مو هن جيرانكم؟ لا معقول اعمل هيك؟ والله ما بيعود بحكي معي ولا كلمة. لا تزيدوها كمان انتو بقى، يعني شاب غليظ صحيح بس ما انه مجرم مثلا، يعني شاب وطايش عادي. لك هذا مو بس طايش، يا ريت عطوش لحاله، هذا واحد ما عنده مبدأ ما عنده كبير، لك ما بيحترم شيء. طيب رح ضل احكي معه، بركي كمان بقول لنادية بركي بتحكي مع اخته بشي مشان ينتبهوا اهله عليه. بس قول لأهله لا يعتبرني غدرت فيه. مرحبا ماما. أهلين. خير ماما شو في؟ ما في شي، رح قوم كمل الطبخة. طيب شو عم يصير معك؟ عم يجعك شي؟ رجع القلب معك. بسيطة ماما بسيطة، احكيلي شو حاسة؟ شو عم تفكري؟ ما في شي، روح غير ثيابك. طيب احكي. خلصنا بقى؟ طيب ماما طيب. المهم تروقي انت. زودها. هلا لسه بتجي فرص كثير، واهم من اللي اعتبرها هو انه راحت من ايده. وانا كمان هيك عم بقول، بس ما عم بقدر اقول له هذا الشيء لإله هو، لانه ما عم يشتكي من شيء.
بس أنا اللي حاسة فيه. إذا سألتك سؤال بتجاوبني عليه بصراحة؟ هاتي لشوف. إذا طلبت منك إنه توصف علاقتنا شو ممكن تقول؟ بقول هي أغرب علاقة عشتها بحياتي. شو السبب؟ ما بعرف. إذا بدي شبهها بمشوار فهو مشوار صار له زمان، ها راح يبلش بس ما عم يبلش. ليش ما بعرف؟ لا أكيد بتعرف، وأكيد بينك وبين حالك عم تقول إنه أنا السبب. فزان بتتذكري كيف بلشت الأمور بيناتنا؟ بلشنا نحكي مع بعضنا بوقت كنت أنا طالع جديد من علاقة حب انتهت بطريقة مو منيحة أبداً، وانت عرفتي هالشي. بتعرفي لولاكي ولولا وجودك جنبي ما بعرف شو كان صار فيني. عن جد انت وقفتي جنبي بطريقة بتطير العقل، انتشلتيني من الوجع اللي كنت فيه. أنا سويت الشي اللي حسيت إني لازم أعمله بوقتها. مزبوط، بس بعدين ما عاد عملتي شي منهم. شي مثل شو يعني؟ ما بعرف، يعني أي شي، أي مبادرة تخلي علاقتنا تتطور أو يا ستي حتى تنتهي. رزان أنت بنت بتطير العالم، كل شي فيكي بشأني إليك. بعد هالوقت كله أنا بعرف إنه بدي إياك بحياتي كلها، صديقة من أقرب الأصدقاء لقلبي وما أخسرها شو ما صار. صديقة إيه رزان؟ صديقة، صديقة كون حريص على صداقتك كل عمري. شكرا كتير رزان، ما في داعي للزعل، نحن بالأساس متفقين نتعرف على بعضنا ونشوف لوين نوصل. وصلنا لهون. وليش أنا كنت حاسة كل الوقت إنه ممكن نوصل أبعد من هون؟ ليش؟ أنا صحيح ممكن أكون إنسانة مترددة، حتى إنسانة خويفة بلحظات، بس أنت ملهم، أنت اللي ما عملت أي شيء خليني أتجاوز هذا الخوف، إصرارك كل الوقت إني أنا أروح لعندك على البيت. فهمنا بقى رزان؟ فهمنا بقى؟ شو قصتك أنت؟ فكرتيني حدا ما في براسه غير الجنس؟ وهدفه الوحيد بالحياة إنه يزيد رصيده من النسوان بتاخته؟ لا رزان، أنت غلطان كثير. أنا بعرف إنه هذا الخوف لبكك وخلاكي مترددة ومحتارة كل الوقت، بس بصراحة بعد هالوقت هذا كله كنت متوقع تكوني عرفتيني منيح وفهمتيني وعرفتيني اني ماني هيك. انا ما عم اقول اني ممكن ارتبط ببنت اذا ما في علاقة حقيقية وكاملة بيناتنا، بس بنفس الوقت مو هذا هاجس حياتي اللي بياخدني بهذا الاتجاه وغيره. والبنت اللي كانت عندك مبارح؟ اي بنت؟ ما بعرف. لعلمك أنا أجيت لعندك مبارح لأول مرة بتجيني الجرأة أني أجي لعندك من نفسي بدون ما أنت تقلي وبدون ما أحسب حساب لأي شيء ممكن يصير بيناتنا. بس أنا نازلة على الدرج شفت وحدة طالعة من عندك. أنا ما بعرف مين هي ولا بعرف شو علاقتك فيها ولا شو صار بيناتكم، بس تعرف شو؟ أنا آسفة، آسفة على كل شيء. مو سمعان شي ما هيك؟ ايه والله سامع. شو هالصوت؟ هذا الاستاذ امير معلي الصوت على الاخير، والله انطرشت انا بالمطبخ. ايه طولي بالك، طولي بالك، خلينا نشوف شو الموضوع. يلا امير، امير شلون بده يسمعك بهالصوت العالي؟ شو هاد كله بابا؟ ليش معلي الصوت هيك؟ بابا هي الموسيقى ما بتنسمع غير بصوت.
دقيت لك امبارح ما رديتي. لما دقيت لي يا استاذ كانت الساعه 1:30 بالليل وكنت بتابع نومي. وانت كمان لما اتصلتي ما سمعتك، كنت عم بسمع موسيقى. اها، مين اللي لازم يعاتب الثاني؟ لك هلا خلصنا، اليوم الخميس وبكره عطله، خلينا نسهر على الماسنجر، بس مو مثل المره الماضيه شم ولا تذوب. يا امير انت معي عم تحكي هيك؟ شلون عم بحكي معك؟ طيب قبل هالكلام، هلا ممكن انت بقى تخفف لي صحبتك مع هذا رائد شوي؟ كثير عم ياثر عليك حبيبتي. اول شيء انا ما حدا بياثر علي، ثاني شيء ماني شايفه سيء لرائد، بالعكس زلمه عايش حياته بالطول وبالعرض، مو مثلي ومثلك كل الوقت تحت قرايه واخر شيء كله على الفاضي. ها ما حيطلع لنا شيء، المعدلات طايره، رائد مطبل بالدنيا مزمر بالاخره ومكتب ابوه ناطره. اي حبيبي هداك مكتب ابوه ناطره، اما انت فيك تقلي اذا عملت مثله مين اللي رح يكون ناطرك؟ بعدين انا هلا ما بدي احكي لا عن المجموع ولا عن الدراسه، انا عم بحكي عنك انت امير. كلك متغير، شكلك متغير، الفاظك متغيره، كل شيء فيك عم يتغير شوي ورا شوي. حبيبتي ما في شيء ما بيتغير الا الحيط، وانا ماني حيط. امير انت بتعرف انا كيف بحكي عنك بيني وبين حالي؟ انا بقول مو بس اسمه امير وهو امير، مشان الله ارجع مثل ما كنت. ايه بس ترجع.